السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف اللي هو انا عايز ابدأ التسجيل من غير ما افتح الشاشة بتاعت الاو بي اس، انا عايز ادوس على اختصار معين فيبدأ يسجل، اعمل ايه؟ طيب خلينا في الاول نيجي هنا في السورس وابدأ اختار انا عايز اسجل ايه، يعني مثلا وليكن ويندوز كابتشر، اقول له اوكي وابدأ احدد انا عايز اسجل ايه بالظبط. يعني ممكن اقول له انا عايز اسجل الشاشة ديت، تمام، او هسجل الشاشة اللي هي مثلا ديت مثلا، يبدأ يجيب لي الريفت مثلا وهكذا. دي هيبقى هيهمل اي شغل على الشاشة تانية ويركز على الشاشة دي بس، تمام. تقدر تختار اي حاجة فيهم، هو يبدأ يظهر لك مثلا ممكن الزوم، ممكن الفيسبوك، ممكن الداونلود، ممكن مثلا الريفت بالشكل دوت. اوكي ممكن تقول له بقى انا عايز اسجل مثلا ديسبلاي كابتشر، يبقى اي حاجة هتحصل على الشاشة ايا يكن يعني، تمام. تقدر تدوس هنا بحيث ان انت تقفل دي او تقفل دي. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اسجل ال VLC فيديو سورس، هدي له فيديو معين وهو يبدا يسجل منه. الفيديو كابتشر ديفايس هيبدا يسجل من الكاميرا وهكذا. وتلاقي هنا عندك الاوديو، هتلاقي هنا ده الديفايس اوديو، ده الصوت اللي هو جوه الكمبيوتر، وهنا المايك ده الصوت بتاع المايك اللي بره. طيب ممكن تيجي هنا بقى في السيتنج، هتدخل هنا في الهوت كي، هتلاقي في اختصار F10 اللي يعني يبدا التسجيل ستارت ريكوردنج وستوب ريكوردنج F10. ممكن تخلي الستوب مثلا F9 او اي حاجه زي ما بتبتدي تشوف نفس الاختصارات لو انت عايز، وهكذا. تلاقي اختصارات مثلا للميوت بتاعت الديسكتوب او الميوت بتاعت المايك، فتقدر تختار الحاجه اللي انت عايزها.